مجموعات تكفيرية وتخطط المؤسسات، وهذا مرتبط كامل كل مرتبط بالاقتصاد أولا وخاصة بالتهريب. التهريب اللي كان سبب في غلق مؤسساتنا، سبب في تشغيل شبابنا، سبب في خلى الجامعات تخرج في الخريجين ولكن ما ثماش أماكن عمل. على الأرهاق طويلة ونحتاج لربحها أن نقولها على الواجهات كلها، خاصة أولا المستوى الأمني والعسكري والقضائي، وذلك بدعم قدرات الجيش والأمن والقضاء من حيث الوسائل والتدريب وتطوير الخطط ومعالجة القصور حيث موجود، وكذلك من حيث تعميق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف باعتبار الظاهرة عابرة للحدود. ثانيا المستوى السياسي ويتعلق بإنارة الرأي العام ومختلف الأطراف السياسية والاجتماعية بالسياسات والخيارات المتبعة وتشريكها ودعم الوحدة الوطنية والارتقاء بالوعي العام وملازمة اليقظة والتوحد حول مؤسسات الدولة وتجنب كل توظيف حزبي للجرائم وتنظيم مؤتمر وطني حول مكافحة الإرهاب. ثالثا الإجراءات التشريعية ويندرج فيها هذا القانون الآن. بدا ذي بدا أنا هو رأى القانون كتشريع كوثيقة ليش هي الكفيلة بحد من ظهر الإرهاب. أنا فما قانون 2003 ينجم تقول يكون أقوى من قانون 2015 تطورنا بصدد نقاش في تونس. أقول لك بصراحة أنه المنظومة الأمنية لتو ما وقعش إصلاح. الدستور صحيح جاء بحريات وحقوق الإنسان و و و ويزام أنا معاه قانون من نوع هذا، وكان قبله فما قانون نتاع الاعتداء على الأمنيين وما شابه ذلك. احنا رو تنجم هو الخطا المواطن الانسان معناها قابل للخطا، مع انه صحيح احنا عندنا ثقه في القضاء نتاعنا، ينجم يستعمل كذريعه لتصفيه بعض الحسابات. ينجم تجيب لي تشريع معناها وتقول لي هذايا راهو فيه كذا وكذا وكذا وكذا، استثنى كان الوالدين والمحامي ما يقودوش على ابنائه. متفقين احنا كنا نلقاو واحد ارهابي لابد ان نقاوموه واحد، اما نبداو ساعه احنا نشوفوا اسباب استثراء وبدات الظاهره هذه تتزايد. الاسباب نتاعها انه الشباب هذا ما لقاش ما يحلم به، لقى الاغراءات من جهه اخرى وغسل الدماء واموال، اصلا مشى في الشقلاق بعد ما كان يمشي قوارب الموت ونعرفوا عنه في السنين العجاف نتاع بن علي كان يقبل على انه باش يموت. نفس الشيء تو باش يمشي الارهاب باش يموت. أنا شخصيا لاحظت ثم نقص، أولا فتح باب التوبة كما وقع في الجزائر، هذا لم يقع التنصيص عليه، وربما من بعد يقع تكملته بقانون خاص، لاحظت ثم شكون المغرب بهم ولو جاء لباب التوبة. اثنين هو لم يقع التنصيص على العود، معناتها وقت انسان في لول يزيد يعاود لابد من مضاعفة العقوبة وتجديدها. ثلاثة وهذا أهم شيء، أهم شيء وهذا مقترحنا هو العود، هو أن لا حصانة مع الإرهاب. لا حصانة مع مقاومة الإرهاب. اليوم توانسة وإحنا نواب على شعب يحكوا وعلى نبلغوا لهم اصواتهم انه فما ناس في تونس تتمتع بالحصانه وتغطي بها على ارواحها وتغطي بها على غيرها. راني ما نقصد حتى شخص وما نقصد حتى جهه، لكن اليوم الارهاب ما فارس حتى حد. الام اللي ولدها مات واللي استشهد واللي من جراء الارهاب واللي عندها راهي ولدها ذاك ترى فيه هو رئيس دوله هو الوزير هو النائب هو كل شيء. الحريقه هذيك يلزمنا الناس الكل نحسوا بها ونبدو التوانسه الكل امام نفس القانون هذا، وما يتعارضش مع الدستور على فكره، باش نبدو واضحين. اليوم لابد ان ترفع الحصانه اليا
على كل من له حصانة مهما كان نوعها. كل من يشمل بحث جزائي في علاقة بالإرهاب على أن تعود إليه بنفس آلية الرفع عند ثبوت براءته. قانون مكافحة الإرهاب ما هوش مكافحة الإرهاب. القانون هذا اللي عندنا اللي اسمه عنوان مكافحة الإرهاب هو ليس مكافحة الإرهاب. ربما كان يمشي للأقصى وربما هو اللي يصنع الإرهاب من جديد. خاطر الدولة ما هيش عصابة إرهابية، هي دولة. باش تميز العصابة الإرهابية، تميز العصابة الإرهابية بأنها تكون صارمة وفي نفس الوقت عادلة. فما معادلة تصير في القانون مقاومة الإرهاب باش ينجم يؤدي إلى مقاومة الإرهاب بعد وقوع الجريمة، خاطر القانون هذا لو يدخل بعد وقوع الجريمة ولا ثم استثناءات انها حكيت المخبر الى اخره تعاون باش نكتشفوا الجريمه. اما ماهوش هو اللي باش يقاوم لك الارهابي قبل ما يولي لك ارهابي. يقول لك التكفير مع العنصر الخفيف هو جريمه ارهابيه. معناتها الامام يخطب مثلا يقول مثلا تارك اصالاتي كافر، ولا اللي يترك اصالات ما هوش مسلم، خرج من امه محمد مش مسلم. يجي واحد يمشي لجاره لانه يعرف هو تارك اصلاه، يتناقش معاه، يحب يقنعه، ما يقنعوش هي يمد له كف. هل لانه الامام هذا ياخذ 20 سنه حبس؟ 20 سنه هل هي ساعه جريمه ارهابيه؟ دو هل العقوبه نتاعها تكون 20 سنه حبس؟ كيفها؟ كيف يرمي القنبله النوويه؟ دونك هنا ما فماش العدل وما فماش الصرامه المتناسبه مع الفعل المرتكب.